رجل ماشي مع الشارع وتحصل على ضقل ولا ما ادري يعني اسمه ايه؟ صنجل. صنجل واخذه وهو لا يعلم ما هو، وبعد ان وصل عند اهله في بلاد بعيده اعطاه اهله وتبين انه ذهب، وجلس محتار كيف يصنع فيه، ولم يقدر الان وله مده 6 أو 7 سنوات او اكثر، فهل يجزى عليه ان يدعو لصاحبه ويستغفر له مع انه لا يعلم من هو له؟ افتون هذا اللي وجد صنقل، اظن يريد صنقل الساعه، اذا كان ذهب له اهميه هذا الواجب تعريفه مثل وجد في السنه الماضيه لعله يعرف، والان اخره كثيرا، فالواجب ان يعرفه اذا كان له قيمه، يعرفه في البلد التي وجده فيها، من لها صنقل الساعه، من لها صنقل الساعه اللي ضاع في كذا وكذا سنه كذا وكذا، ان وجد احد يعرفه بصفاته الخاصه اعطاه اياه، وان لم يجد من يعرفه تصدق به لانه قصر في ضعيفه ولم يعرفه الوقت، تصدق على بعض الفقراء. اما ان كان صنقل ما يسوى شيء، يسوى 5 ريال 40 ريال هذا امر سهل، ان اكل فلا باس، ان صدق فلا باس، لانه ما يتحمل التعريف، لو اعطى واحد يعرفه اكل اجرته. الحاصل ان الشيء قليل يعفى عنه، 10 ريال 20 ريال 30 ريال هذه لا تتبع النفوس اليوم، نفوس اوساط الناس ما تتبعها ولا تبالي بها اذا ضاعت منها، لان المال كثر بين الناس واتسع الناس، شيء قليل لا يتحمل التعريف، لكن اذا كان شيء له اهميه يعرف سنه كامله، فان عرف والا فهو للذي وجده كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، يعرف في مجامع الناس بشهر مرتين 3 4 عند اجتماع الناس عند خروج من الجمعه في موضع السوق، وان كتب في جريده او او عن التلفاز او الاذاعه هذا طيب ايضا اذا تيسر ذلك. سؤال اخر، احد اصحاب السيارات وجد بطانيه بسيارته ولا يعرف صاحبها، ودارت سنه، مفهوم كلامه كذا؟ مثل هذا البطانيه في السياره مثل اللقطه، هذه الركاب اللي ضيعوها من استعملتها يعني استعملتها البطانيه كان لها قيمه، اذا كان لها 100 تعرف سنه، يعني خشوا لها ولا شيء كبير 200 ريال 300 ريال لها 100 او 100 ريال على الاقل، لا باس يعرفها سنه، ما عرفت الا خيالها، ما لها البطانيه اللي انا فيها في بعض السيارات في البلد التي هو فيها او باعها او يقاربها في مجامع الناس سنه كامله، فان عرفت والا خيالها، وان كانت حقيره سنطه وحقيره ما تسوي شيء امرها كان، من استعملها فلا باس، من صدق بها فلا باس.